هلا عمر بحضركم حبايبي وانا تونس غاليه. جماهيرك اللي استنوا فيك في المطار هنا شنو تقول؟ انا جاي عشانهم، جاي عشان اللي بحبون، عشان انا بحبهم. ابو وجه شنو صح؟ صار الحمد لله في ايدي تعبانه شو حالكم فيها؟ طول عمركم يا غالي. يقال إنه الأسطورة، لا بل يؤكدون أنه الملك. تخوننا الكلمات وتخذلنا اللغة أمام سطوته. نفتح الليلة أبواب المملكة الوصوفية ونكتشف أسرار جمهورية أبو وديع. نرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لتاريخ الفنان الاستثناء. نستقبل بكل حب آسر قلوب الملايين ومعبود الجماهير أبو وديع. كثير يا عايشة، هيدا كثير علي، كثير علي يا عايشة حبيبتي. إذا يا أقل ما يمكن. أنا كثير فرحان اليوم إني أول مرة بطل من زمان أيام الله يرحم نجيب الخطاب على الشاشة التاسعة، وأنت كنت سبب يا عايشة. مرحبا بك. الحمد لله في سبب أرجع أجي على البلد الحبيب الأول العربي هون تونس. كان لي شرف أبو وديع. طول عمري. بلك وجملة، بلك وجملة. حتى أنا لي الشرف أغني وأحكي وأحب أي شعب بحبني، والحمد لله رب العالمين اللي بحبوني كتار، وتونس خصوصي وكل المغرب العربي بحب أبو وديع. أنا حبيتك يا عائشة، كنت لطيفة وطيبة من يوم وصلت المطار. الله يخليك أبو وديع. وأنا فرحت إنك أنت أنعتيني إنه من قلبي أطلع على الشاشة هي التاسعة. وأنا اسمع عائشة، عايشك في التونسية. والله غالب أمري لله إني بحب التوانسة وبحب حبايبي كل اللي بحبوني. أي حد بحبني من أي بلد كان في الدنيا هذا شرف لي. انت انسانه عندك شيء، عندك موهبه حلوه، عندك الاتو تكوني نجمه ان شاء الله، وانا يا رب يقدرني اقدر اساعدك باي شيء. الله يخليك. كل اللي طلعوا معك هذول خدموك، ثانك يو فيري ماتش لهم. شيك طبعا، شكرا للجميع، لكن الليله انت لاقتي الحقيقيه. انت خايفانه مني ليه؟ طول عمرك يا رب. قبل ما نزيدوا نسمعوا برشا غنيات وقبل ما نكملوا نحكي، حاولنا ان نختزلوا مشوار أبو وديع في هذا التقرير بإمضاء نوال سكنديجي. نشوفوا مع بعضنا التقرير. هذه هي الحالة الوصوفية، مشاعر عاطفية مقسومة بين العشق والموقف، يوصل بعضها إلى حد التماهي. صرخة أبو وديع هي في حد ذاتها ولاء صوتي، ولاء للفنان الأيقونة، ولاء للفنان الوطن. هذا هو جورج وسوف، الأسطورة الفنية اللي مستحيل تتكرر. تختصر المسيرة الفنية لعملاق مثل جورج وسوف في بضع كلمات في روبرتاج ظهر لي هذا هو التحدي. تتعدد ألقاب الوسوف، الأيقونة، الأسطورة، القامة الفنية، سلطان الطرب، تتعدد الألقاب إلى حد عجز الكلمات. ببساطة وكما يقول أبو وديع، انتغرهم. انتغرهم يا حبيبي، انتغرهم.
الفنان السوري جورج وسوف تولد في كفرون بسوريا عام 1961 في عائلة كان فيها هو الصبي الوحيد إلى جانب أربع أخوات بنات سوسن، نورما، نوال وميادة. كمان أسامي جيران يلا. الوسوف كان صوته أكبر من عمره وبدأ احتراف الغناء عام 1972. هو مازال طفل تأثر بوالده برشا من اللي عمره 4 سنين، السيد بديع علمه المواويل اللي قادته للشهرة. جورج في عمر 14 شهرته وقتها كانت كبيرة برشا في سوريا. الطفل المعجزة هذا شنو أطلقوا عليه؟ أبواب الشهرة تفتحت له على مصراعيها وعرضوا عليه يغني في لبنان، وسنه وقتها ما تجاوزش 16 سنة. أنا مسافر يا أمي ودعيني. في بداية احترافه غنى للعمالقة مثل وديع الصافي، وردة، وأم كلثوم. أعيد عنا وبعد انتشر أكثر فأكثر بفضل أغانيه الخاصة مثل حبايب، دقيت على الأبواب، حلف القمر. وجميع أغانيه من تلحين كبار الموسيقيين مثل بليغ حمدي، سيد مكاوي. 1984 سلطان الطرب يطلق ألبومه الأول، ألبوم 100% طربي، الهوى سلطان. القلوب الهوى سلطان، على القلوب الهوى سلطان. عام 1985 غنى سلطان الطرب في مهرجان قرطاج في تونس أمام 15,000 من عشاقه. روحي نسمان عن الحبايب. الوسوف فنان خارج التصنيف، حالة غنائية نادرة، نجم يوصل لقلوب الناس في مدة قياسية، مسيرة حافلة بالنجاحات وبالألقاب من الطفل المعجزة إلى سلطان الطرب. 1994 كان عام نزول أول كليب لجورج وسوف، هو اللي ما أمنش برشا بعالم الصورة وبالفيديو كليبات بالأخص. سلام الناس لبي الكليب هذا كان رسالة مضمونة الوصول لبعض الناس. 2003 كان عام صدور ألبوم سلف ودين اللي حقق أعلى نسبة مبيعات للشركة المنتجة. باش نحدو خلطة أو وصفة نجاح سلطان الطرب، حاجة صعيبة برشا، بساطته هي سر نجاحه، يأمن برشا بالوفاء. أنا إذا أزيد شي مرة بحياتي لأنه وفاء. روحه خفيفة، يتمتع بروح الدعابة. حضور قوي على المسرح وشخصية متفردة، حتى مشيته على السين وسوفيا حاولوا يقلدوها برشا ناس. من المعروف أن سلطان الطرب يحرص على إخفاء حياته الشخصية عن الأضواء، لكن فضول محبيه يدفعهم ديما لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة به. أبو وديع يحب فنه، جمهوره، وعائلته، لكنه حاسم في موقفه تجاه أولاده ودخولهم المجال الفني. طبعا لا، بقطع رقبتهم. سلطان الطرب معروف بحبه الشديد لوالديه. السيد بديع والده كان يستمتع بالعتابة بصوت جورج وسوف. أهلا وسهلا شرفونا بقى كلنا. وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض أثرت فيه برشا. جورج وسوف الفنان اللي خوفه برشا ألم فراق الحبايب. بالوداع الحب ضاع ضاع والقلب حس الضياع يوم الوداع. اخر حفلاته كانت في المغرب، وقد اطرب وسوف الحضور اللي كان متشوق لسماع صوته واغانيه. حفلاته لا يمكن ان تنسى. جورج وسوف قلب الدنيا من جرش القرطاج. جورج وسوف فنان خارج التصنيف والترتيب، هذا اللي خلاه يفكر في كتابة قصة حياته بالتعاون مع إعلامية لبنانية. قصة حياته اللي تنجم تكون مشروع تلفزيوني أو سينمائي. مسيرة سلطان الطرب وتاريخه صعيب نتعرضوا لهم في روبرتاج ولا حتى في كتاب. فأهلا بأسطورة الفن بسلطان الطرب، مرحبا أبو وديع. خلينا نرجع شوية إلى أيام الطفولة. أيام الطفولة، الطفل المعجزة جورج وسوف كان يتوقع نهار إنه يخلط إلى المكانة هذية؟ على سيرة الطفل المعجزة، كان معي شيف مرة هيك باي مستيك يعني بالغلط،
أنا أستاذ مازن ابتديت أنا وياه من أول حياتي. شاءت الظروف وافترقنا من غير شر. اتجوز الأخت مايا يزبك بتغني. وبعد عني شوية كان معايا شيف دركس محمد اللبان. كنت أنا كتير بحضر معه وأنا كنت طف على المسرح معهم. هلا طف؟ لا مهضوم مش هيك؟ شو شايف؟ الحمد لله. بعد ما عملت فيه مرة قال لي أنت مين قال لك طفل؟ قال لي أنت القرد المعجزة. بسم الله. أبو وديع في خلطة نجاح؟ فما سر نجاح أبو وديع؟ خلطة نجاح؟ في سر نجاح أبو وديع؟ أقسم لك بالله بحكيك الحق ومن قلبي، عمري ما سعيت ورا النجاح، عمري ما سعيت مشان انجح، ولا فكرت بدي اعمل هيك مشان اكون ناجح، لا والله. سبحان الله ماشي طبيعي، ماشي انسان عادي مثلي مثل الحبايب كلهم بحبوني، وعادي ولهلا، ورب العالمين شايف، والناس اللي بحبوني بدون واحد زيهم. هذا هو السر، غير هيك. يعني أبو وديع أنت لا تخطط، ليس هناك استراتيجية؟ لا ما في استراتيجية، لا ولا في أي تخطيط لأي شيء بعمله. في أسس بالحياة ماشي عليها، احترام الناس، احترام وأحب اللي بيحبوني، لو شو ما صار منهم عادي، لأنه هم أنا، ولما اللي بيحبوني يا قلبي أنا مين؟ كنا عباد عند الله مش هيك؟ طبعاً. مش عم بحكيك انا شيخ كفتارو او المفتي، لا بحكيك الحق، نحن هيك سنه الحياه يا بنت الحلال. الحمد لله. الناس بتحبنا عشان زيهم مش هيك يا. ابو وديع. نعم. فكرتنا بكلام الناس. شو يا امي؟ كلام الناس. ولهلا كلام الناس. الحمد لله والله كله بيحكي حلو والله. قال لي يعني بيعمل نفسه بيكرهني هو كذاب، ما بيكرهنيش. بكون في سبب بقول بكرهه. بس بفضل الله عندي احساس من جوا انه ما حدش بيكرهني يعني. يعني معقول فما شكون يكره ابو وديع؟ طبعا. في ناس بتحب وناس ما بتحب، ناس عادي. بس انا ما بتخيلش حدا بيكرهني، لا والله، عشان انا ما بعرفش الكره. قلبي كله محبة وطيبة والحمد لله. الحمد لله. في أي فترة أبو وديع حسيت إنه فما ناس تكره أبو وديع؟ إيه حصلت معي. كنت أطلع المسرح إذا الصوت مش حلو أتنرفز هيك وأسيب الميكروفون على المسرح. حكي شي سنة. بعدين كنت بغني بمكان في برمانة اسمه ويناط في لبنان، وانا طالع لقيت ست كان سهران كل الليل. انا نزلت طلعت بزع صورتي وعلى سيارتي انت ولا حدا يحضرك مره ثانيه. انا كنت عارف العربيه ماشي، قلت لها معلش ستنايه استحت شويه كمان ستنا بامرك، بس بإذن الله حشوفك مرة ثانية. ثاني يوم لقيتها سهرانة عندي، ومن وقت بطلت لو شو ما صار على المسرح أي شيء بصير الناس قاعدين بيشوفوني هذا الشيء ولهم ذنب أي شيء. يعني كان هذا درس؟ درس وعلم فيني لهلا. أنا بحكي درس من 25 سنة أكثر مع أستاذ مازن. أبو وديع هذا الدرس الوحيد وإلا فما دروس أخرى في الحياة؟ كثير يا حياتي بالحياة، الإنسان بيتعلم بيمرق فيه، وكل يوم بيعرف أكثر من يوم، وكل يوم بياخذ درس جديد، وكل يوم بشوف حاجة شيء جديد، وكل يوم بشوف ناس بقول الله أكبر، معقولة أنا مغفل كل العمر؟ الحمد لله. شنو يحب يقول أبو وديع للناس؟ شنو الدرس اللي يقوله أبو وديع للناس؟ يعني حسب تجربتك وحسب خبرتك في الحياة. أنا ما بحق لي أقول للناس شو يعملوا أول شيء، أوكي؟ الناس بتحس، والناس الأيام دي صارت عارفة الصالح من الطالح، عارفة من السادق من المستادق.
ما يعني بني ادم مش حاقدر اكذب على الناس، صار كله يعرف، صرنا بعصر بخوف. هالعصر هذا الهاي تك والانترنت والسوشيال ميديا وهدول، وانستغرامك راح وفيسبوك والخ. خلاص كل الناس بتعرف مين صادق معهم ومين كذاب معهم. ابو وديع، علاقتك بالسوشيال ميديا، علاقتك بالفيسبوك والسوشيال ميديا، الله لا يوفقه اللي اسمه جورج مايكل فرحة. وأنا بقى لي 4 شهور. 4 شهور بس؟ طبعاً. وأنا مش بتاع دول، أنا بتاع الوتر، بتاع النغم الحلو. كما تعرفوا ليلى، حلقتنا حلقة استثنائية، هذيك علاش خرجنا للشارع المصري والشارع التونسي والشارع اللبناني وسمعنا رأي الناس في جورج وسوف. أنا ليه بقول اسمه وأجيب سيرته كتير، ما تقولوا ليه؟ جورج صوته بتاعه ما يخلقش محبوب، وين تمشي تسمع جورج معناتها ما فماش حاجة معناها خير من جورج. تمام، عندك البحة هذيك هي اللي تجلي فينا، معناها هي اللي تخلي خفة ما حال تحسنا في بداننا، تخلينا معناها تنعوشنا في بداننا. هاني شايب 81 سنة نحبه، رس حياته في الغناء وغناء الكل محبوب للكبار وللصغار. جورج راهو سلطان طرب في العالم العربي. طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليلة داريها. جورج وسوف حبيب الشعب العربي كله، وانت فنك بيجري فينا كلنا كفنانين وكمستمعين، انت فخر للعرب. انا بعشقه جدا جدا جدا. انت مش بتغني، انت بتطربنا. حبيبي يا جورج، حبيبي يا ابو وديع، ان شاء الله العمر كله بكره احسن. عرفنا الطعم للمغنى معك يا جورج وسوف، دايما مرحب بيه في مصر اكيد، ونحب نشوفه. جورج وسوف اقول له انا بموت فيك، هو عارف ان انا بحبه. رسوف كثير بحبه، من يعني العالم القليل اللي بلبنان اللي هيك بحس انه بعد في فن بلبنان. صح، بيعجبني صوته، اغانيه قريبه لهالقدمة هيك. جورج وسوف ما في منه، ما بيجي تنام منه، الله يخلينا اياه ويضل بهالصوت الحلو. يا حبيبي عليك يا جورج وسوف، شو هالصوت الحلو، انا بحبك من قلبي ودمي، وبحب اتمنى وكون معي لعمل لك ردي مثل ما بدي. نذكركم انتم تنجموا تروحوا معنا في البرنامج بيم دبليو، ما عليكم كان تبعثوا SMS على 85860، تبعثوا SMS في حرف A على 85860. باش نرجعوا حوارنا ابو وديع، تفضلي. روتانا بعد البوم سلف ودين، انقطع حبل الود نهائيا مع روتانا؟ مش سلف ودين، صرت كل الناس انتهى طبعا نهائيا الى الابد. لماذا؟ عاد الدنيا فيها في أخذ وعطاء. لا أنا ما سأبدي شغل معه ولا هم في شيء، وفرحنا وفي دعوة بينهم. لا الحمد لله، والله منصف. من بادر بالقطيعة؟ من بادر بالقطيعة؟ وإن البادي أظلم. بكره نشوف الحق مع مين بيطلع، بكون هم الباديين، الحق معهم بكون انا البادي. يعني شركة روتانا كانت سبب ام هناك شخص معين كان السبب؟ السبب في سبب عشان انا تركت روتانا، او هم تركوني. أفضل أسأل من السبب كان هما ولا أنا؟ أكيد هما. لا بل مش روتانا، يعني الشركة روتانا، المدراء تبع روتانا، في ناس في من جوا هيك
مش نضاف بحق رودانا قبلي أنا. من أبو وديع؟ أحدهم يعني هو مدير وتانا. مدير وتانا؟ يعني شو هي المشكلة اللي كانت بينك وبينه؟ أفهم. المشكل الذي كان بينكما؟ ما في مشكلة حبيبتي. في أنا في أنا يعني وراء وفي تنفيذ ما صار وما صار التنفيذ ما نفذوش اللي أنا ماضي معهم وصار خلاص بس. يعني شركة روتانا لم تلتزم بوعودها؟ فيك تقولي إنه أنا يمكن ما التزمت بوعودي. أنا أراقب بين قضاء بدبي ومحاكم دبي فضل الله إنهم حاكم عادل وكل واحد له حق بياخده وبس. ولما يطلع أنا من القضاء بدبي إنه معي حق وقتها فيه أحكي. هلا ما فيه أحكي ولا شيء. لو قلنا الوليد ابن طلال. عفوا؟ لو قلنا الوليد ابن طلال ماذا تقول؟ لك سليلة يا حبيبتي أنا لن أريد من طلال ولا أني أمير أطول عمر الأمراء. أنا بقول كلمتي اللي أنا بعرف كيف بدي أقولها. فيك تسألني لو كنت الأمير وليد بن طلال بدل الأمير وليد بن طلال مش هو مدير روتانا صوتيات المرئيات لا. وعنده شركات كثير وليد بن طلال. في عنده مين مسؤول عن روتانا صوتيات والمرئيات في عنده شركات غير. وأكيد يعني مش عارف يا حبيبي. المهم أنا إلي حق بياخذوا، إلهم حق بياخذوا بس. من الخاسر؟ من الخاسر؟ يلي قضاء يحكم ضده. لا مش قضائيا، فنيا. ما فيش شيء بيقولوا إنه لك لا رزقت روتانا علي ولا رزقت على روتانا، ما في حدا خاسر يا حبيبي. أكشف أنه بيخسروا شيء إذا ربحت الدعوة. يعني ممكن يخسروا مصداقيتهم قدام اللي بحبوني. أوكي أما قدام اللي هم بطيبوا لهم ومسؤول لهم جوخ هذا وضع ثاني يا حبيبتي. رجعنا لكم بعد الفاصل وسهرتنا مازالت متواصلة مع أبو وديع. نذكركم أنتم تنجموا ترقوا معنا في البرنامج بيم دبليو ما عليكم كان تبعثوا SMS على 85-860 تبعثوا SMS في حرف A على 85-860. مش نرجعوا حوارنا أبو وديع. تفضلي. أبو وديع حكيت لنا عن الناس اللي تحبك والناس أكيد تحبك لكن جمهور فلسطين عنده عشق خاص لأبو وديع. علاقة أبو وديع بفلسطين. أيوه والله العظيم. ويا ريت ويا ريت نحن هي القضية تبعنا هي فلسطين. ويا ريت في روح فلسطين أنا أغني لهم من زمان مش من هلا. ويا رب يا رب ترجع فلسطين إن شاء الله. نتمنى. كيف يمكن أن ندعم فلسطين فنيا اليوم؟ ما هو كنيسة المهد والمسجد الأقصى وين؟ فلسطين اللي حاكمينها أوكي أهل خيبر ما هيك؟ طيب إذا هم اللي خلقوا الأنبياء استغفر الله العلي العظيم مش قادرين ياخذوا حق الفلسطينيين نحن شو بدنا نعمل؟ نحن علينا نحكي إنه فلسطين هيدي قضيتنا اللي هي خربت الدنيا كل العالم نحن ماشيين معها. اوكي وضاينت الامور كلها انا مالي بهالقصص هي انا زلمه قضيه فلسطين بتعني لي. اوكي لانه هي ارض فيها يسوع المسيح اللي هي فيها المسجد الاقصى اللي هلا عم بدهم يهدموا اللي طول عمرهم اهل الكتاب القران الكريم بيصلوا القدس. اوكي هذا شيء أكبر مني بكثير. هذه مشيئة رب العالمين يا بنت حلال. اليوم جورج وسوف حوله العديد من الإشاعات. كيف يتعامل الوسوف مع الإشاعات؟ أنا أطرش
هي اسمها اشاعات، ولو كانت اشاعات صح انا ماليش ياكلوا ما عاوزينه. انا بال94 غنيت كلام الناس لا بيقدم ولا ياخر. المهم الانسان يعمل والناس تشوف اخلاقه وتشوف الناس هي اللي بتشوفه فيني. ادام شو بطل اشاعات عادي، الحمد لله كل اشاعات ما في بمس بكرامتي. لا يعني ابو وديع لا يرد على الاشاعات ابدا. اذا بدي ارد على الاشاعات بدي كبر اللي طالوا الاشاعات. هلا في اشاعات صح بس ما فيش ضروري انا اني افسر كيف صح وكيف وليش ودعاء زد. لا عادي انا مش من، انا ما اتكلمش عربي اذا بالعربي، اذا باي لغه انا ما اتكلمش اللغه اللي بيكونوا فيها اشاعات. عادي وعندي ثقه بنفسي كثير وكل بدي يحكوا عادي. الحمد لله ما في حدا حكي شيء بمس بكرامتي، هذا اهم شيء. ابو وديع يوم عيد ميلادك صادف يوم التصوير معنا، انا نحب نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير، وان شاء الله ربي يعطيك الصحه وطول العمر. لكن فما ناس اخرين زاد يحبوا يقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، نسمعوهم شنو باش يقولوا لك. كل سنة حبيبي أبو وديع وأنت طيب وألف صحة وسلامة، ودايما كده بتمتعنا بوجودك معانا وبصوتك الحلو. الله يطول بعمره، هذا اللي فينا نقوله، ونرجع نسمع له الهيتس تبعوله القوية اللي كنا نحبها ونسمعها. كل سنة وحضرتك طيب والناس كلها بتحبه يعني في جميع أنحاء العالم. بالمليون سنة. يفضل جنبنا وبصحة وسلامة إن شاء الله. عايزينه دايما يشرفنا وينورنا ويشرفنا في مصر في حفلات. ربنا يوفقكم من نجاح لنجاح إن شاء الله. الله يعطيه الصحة والقوة. كل سنة وانت سلطان الطرب، وكل سنة وانت بتعلمنا ازاي نغني، وبحبك جدا يا جورج وسوف. وفضله لأولاده ولعيلته، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، ومتعنا دايما بفنه على طول. الله يخلي لنا اياك. ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وهابي بيرثداي. هابي بيرثداي، يخلي لنا اياك ويدلك بصحتك ودايما يمتعنا اكتر واكتر، وان شاء الله تدلي يا رب بصحتك عقبال مليون سنة. الله رب يطول في عمره، لا ان شاء الله عمره هو اكثر من عمرنا. ترجع لنا وتعمل لنا البوم كده يكسر الدنيا زي ما تعودنا عليه. حبيبي يا جورج كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت دايما بتقدم فنك الجميل اللي تربنا عليه، كل سنه وانت بصحه وبسعاده، ومستنيينك الف سنه كمان علشان تفضل تطربنا. ربنا يطول في عمره، كل سنه هو طيب، ودايما جورج وسوف هو مدرسه لوحده يعني. كل سنه وانت طيب، ويا رب تفضل طول عمرك بتغني وتمتعنا بصوتك القمر. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، انه غيري خد مكان، محدش هياخد مكانك خالص. ابو وديع باش نوريوك مجموعه من الصور باش تعلقنا عليها. الصوره الاولى ملحم بركات. الله يرحمه ترابه، بحبه بحترمه طول عمري، وقت ما زعلت وشفته قبل ما يموت بكم يوم، رحت لعنده بوظت له ركبه هيك وبكيت عليه والله، وهو تأثر فيا وظل قبل وقت اللي مات يقول وين ابو وديع وين وصوف. الله يرحمه ترابه، كنا على الطريق. الله يرحمه. ايش الصورة الموالية؟ الراحلة ذكرى. يا حبيبي قلبي الله يرحمك، ذكرى من الفنانات العظيمين، سبحان الله رب العالمين بكملها مع بني آدم. أنا شفت ذكرى بلبنان مرة، كنت سهران بمكان هيك، كانوا فنانين من مصر قاعدين، وبغني واحد بغني شاب من هذا بغني وين ما شو، برحب بكل الفنانين وبالاخر بقولوا معانا المطربه اسمها ذكرى. انا هيك عملت ذكرى، انا كان بقالي سنه بسمع اغانيها وببكي. انت طلبت ذكرى هون؟ قلت وين ذكرى؟ قلت ذكرى ذكرى، قالوا لي ايه ذكرى ذكرى، قلت لي تعال هون اللي عم بغني، وطلعت ذكرى المسرح واخذت الميكرو انا قلت له هيدي ذكرى، اللي ما بيعرف ذكرى بيعرف مين ذكرى، والله يرحمها ما طولت. الله يرحمها، انت طلبت انك تغني الاسامي لذكرى؟ انا حافظ كل اغانيها، بحبها من قلبي ومش عارف مين ذكرى.
زكت فنانة عظيمة الله يرحمها. تعيش. الصورة الموالية أبو وديع تتفكروا هذا؟ مين؟ هذا مقداد السهيلي. يا حبيبي نسيم والله مقداد حبيبي. إذا شفت مرة مجي 20 سنة قبل الميلاد من زمان في الثمانينات عمل لي لحن وأنا تقول لي ولا تخبيش يا حبيبي أنت رايح فين؟ ما شفت عني ولا سمعت أي خبر، ما زلت حي طبعاً من وجهه تحياتي حبيبي. انت قلت لنا ما تذكرتوش من الاول لكن من بعد ذكرته مقداد السهيلي، مقداد السهيلي عنده ما يقول لك في الفيديو هذايا. في مارس بصراحة كنت وقتها مغمض عينيا ونتخيل في جورج وسوف يغني في همس الموج، فيبدو أنه وكأنه جورج وسوف ما عجبوهش برشا الأغاني. هذه نحب الأغنية هذه، قل لي ولا تخبيش يا حبيبي انت رايح فين، خليني سهران بالهيب لك اجراني تعذيبي وحرماني، يا حلالك اجراني تعذيبي وحرماني، لا تشمت فيا عزالي يفرحوا الليمين، لا تشمت فيا عزالي يفرحوا الليمين. وقتها نتفكر جورج اعطاني 600 دينار نهيك انه الموسيقي هيثم الهاني مشى هو وزوجته معناتها المطربه الكبيره ألفة بن رمضان مشاو لبنان باش يقابلوا جورج، هيا بعد اخذوا ورد واجتماعات حتى نهار اللي حد قابلوه فهمتني يا اخي، قال له انتوا من اي بلد؟ قال له من تونس. اي قال له كيف احوال الاستاذ مقداد السهيلي؟ قال له راهو توا عمل عمارات من الاغنيه هذيك ولبس عليه. يتفكوا ما يضحكوا ماشي في باله جورج اللي احنا معناتها نقبضوا حقوق التاليف. حبيبي جورج توحشتك ياسر، وحشتك برشا 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 في هالزمن البايخ، زمن الرديء اللي ما عاش فيه، انت تعرف ما عاش فيه، ما عاش فيه لا ترب ولا فن ولا مش عارفين شنو اللي صاير بالضبط. يعني انا توحشتك ياسر ياسر ياسر، ماذا بيا نشوفك ونشد على يديك وانت تقعد ديما راك هرم وتقعد ديما علم من اعلام الموسيقى العربيه الكبار الكبار، وكيما انا توحشتك كيما الجمهور التونسي كله توحشك، وتاريخك معناتها لا يمحى ابدا. انت طلعت يا مقداد اختيرت كلنا عجزنا. قل لي ولا تخبيش يا حبيبي كان وراها حكايه الاغنيه هذيا؟ وكنت عارف عطاني غني غنيته زمان زمان ايه كتير بتمنيناك. الصورة الموالية هذا المعلمنا، هذا صباح فخري، هذا صباح فخري، هذا المعلم، هذا ابو الصبح طبعا، مع انه لسان واسع علي بس شرف لالي، هذا ابو الصبح الله يطول عمره، هذا من العمالقه
لكن كيف قسى صباح فخري على أبو ودياف؟ أول ما ابتديت فن اللي يلا دايما أروح عند أمك بصير شاب تغني. كان اسمي نقابي بسوريا نقابة فنانين. إيه رحت غنيت بلاز النقابي. الحمد لله الله يشهد وبيعترف إنه نجحت. بس نحن مين إدينا صباح فخري؟ بكل حق يعني أبو الصبح هذا هرم. الصورة الموالية يا حبيب قلبي يا ميادة ميادة الحناوي أيدي من أجمل من غنى بإحساس ميادة الحناوي لكن تعجبك أغانيها؟ طبعا مش من أغانيها شو غنيت عمالقة ميادة شو كفي بالك حمدي آخر صورة مجد الرومي أصالة نصري لك مين؟ أصالة أصالة اسمها غير مسمى أصالة اسمها مش لبينها الاسم فقرة حتى في المغنى فقرة والله فنان أوكي الله يرحم أبو أول فنان مصطفى نصري من أحلى ما غنوا بسوريا في فكرة حالة أنه الله خلقها ومش خلق غيرها الله سمعها هي خسرانة وين أصالة أصلا مفروض تكون مخلدة إذا على التاريخ تبعها ماذا خسرت أصالة؟ حصدت ماذا خسرت أصالة؟ حصرت خسرت شو خسرت أصالة؟ قصد كل الناس على شالو ايه بدأ في قصد قصد وطن لألا قصد بيت لألا انا كنت في مصر من كم سنة من 7-8 سنين سألوا عني ولو يا ابو جواب سألوا عني ده والله حبيت من نعرف اني كون اللي بيش تحتاوي بيبرد يا بنتي اللي بعده كانت آخر صورة تصديق بتقولي ميادة بتقولي أصالة فقرة وفقرة نفسها الله خلقها وكسر القلب وهي خانت البلد بلدها كل أيام حافظ الأسد الله يرحمه هو اللي بعت روسيا وكانت هي يا ربي من التجبر أوكي من ذوي الاحتياجات خاصة مثلي هلا يعني أوكي لطف عليك بعتها حفظ الأسد الله يرحمه ترابع روسية وصلح على أجرها بتبزق بالصحن اللي مشت عجرها عيب هي بتتعطي رأي من انت طالع هي واحد واحد بساوي عصايتين عيب يا بنت عيب رحم الله عرف قدره فوقف عنده هدوين بتغني يا الله الله يرحم أبوك هي ما بعرف شيء هذول الناس نكرة بالنسبة لي إذا بكونوا شو ما كانوا والدليل عزل كله من فعل الثمن نعم الثمن طبعا يا بنتي طبعا حيث كل واحد بيدفع ثمن أعماله وكل واحد بيحصد شو بيعمل أوكي